السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. معكم الأستاذ زكي الشعلة في مسابقة الكلنجارو لسنة 2020. طبعا بالنسبة إلى أسئلة نماذج 2021، مثل ما ذكرت لكم في الفيديوهات السابقة بأنه مكون لصف خامس وسادس، مكون من 30 سؤال. الثلاثين سؤال هذه موزعة إلى ثلاثة أقسام، هنا 30 سؤال، وكل سؤال وكل 10 أسئلة عليها نقاط معينة. العشرة الأسئلة الأولى تكون عليها 3 نقاط، والعشرة الأسئلة الوسطى تكون عليها كل سؤال عليه 4 نقاط، والعشرة الأسئلة الأخرى الأخيرة عليها 5 نقاط. طبعا بيجيب إليكم 30 سؤال، وفي المدة الزمنية 75 دقيقة. بارك الله فيكم، يعطيكم العافية. إن شاء الله بنبدأ معاكم الآن في برنامج شرح أسئلة كنغارو سنة 2021. يلا ناخذ السؤال الأول. قال لنا لدى وليد ستة قوالب طوب كما هو موضح أدناه، أي من الأشكال التالية يمكن لوليد تكوينها باستخدام هذه القوالب الستة؟ لاحظ عندي قوالب 4 بشكل رمادي وقالبين أيضا أبيض. نبغى نكتشف مين الرسم المناسب أو المكعب المناسب. أروح أبحث عن 4 قوالب مظللة وقالبين أبيض. لاحظ أن بالنسبة للأول، لاحظ أن هناك 3 قوالب أبيض، إذا الإجابة فقرة A خطأ. هنا عندي 3 قوالب أيضا أبيض، إذا خطأ. وهنا أيضا عندي 3 قوالب أبيض، خطأ. هنا لاحظ عندي قالبين أبيض وعندي 4 قوالب رمادية، فإذا تكون الإجابة فقرة D. إذا الموضوع أو إجابة السؤال سهل. يلا السؤال اللي بعده، قال لنا في كم موضع في الصورة يتشابك طفلان باليد اليسرى لكل منهما؟ نروح نبحث عن اليد اليسرى، يبغى الطالبين اثنينهم يد يسرى. نلاحظ هنا هذه يد يمين، هذه يمين، إذن هذه خطأ. هنا نلاحظ أن هذه اليد اليسرى وهذه اليد اليسرى، إذن هنا التشابك الأول. هنا يمين يمين، خطأ. هنا أيضا، هنا هذه يمين مع يسار، طبعا خطأ. هنا يمين مع يسار، خطأ. إذن هنا يمين مع يمين، خطأ. هنا يمين مع يمين، أيضا خطأ. فإذن عندي تشابك واحد فقط، فتكون الإجابة في هذه المسألة هو فقرة A، له سؤال واحد. بسيط إن شاء الله يا أولاد يا بنات، واضح جميل. نروح إلى السؤال التالي. قال لنا وضعنا الأرقام من 1 إلى 9 في المربع التالي. أعطاني مرتب من 1 إلى 9 بهذا الترتيب، وأعطاني هنا خط من بداية نجمة، يعني هنا كأن 4، وهنا هذا العدد 2 في النقاط التقاطع، وهنا 6، وهنا يكون العدد 8، وهنا يكون العدد مثلا 5 على حسب تخطيط المربع، وهو يمثل 42685 مثل ما كتبنا على هذا الخط، حيث تمثل النجمة نقطة البدء، ثم تكتب الأرقام التي يمر عليها الخط بالترتيب. أي الأشكال التالية يمثل أكبر عدد ممكن؟ هنا أروح أشوف دائما أكبر عدد ممكن يكون دائما في المنزلة الكبيرة العدد الكبير. نلاحظ هنا هذه بداية العدد 1، إذا لا يمكن. هنا بداية 9، ممكن يصير هنا، ما دام هنا بداية العدد 9، إذا أكتب هنا 9، بعدين هنا 8، بعدين هنا بكون 5، بعدين هنا بكون 4، وبعدين بيكون عندنا هنا 2، صح؟ واضح؟ تمام، على حسب استنادا لمين؟ للمربع. المربع هنا
هذه الأرقام استنادا لهذا المربع كتبنا الأرقام التالية. طبعا هذا نلغي لأن بداية العدد يكون 2، إذن غير مناسب، يكون عدد صغير. نروح إلى العدد التالي، هنا بدايته بيكون 6، إذن أيضا غير مناسب. هنا بداية 9، إذن لازم، إذن نكتب الآن 9، وهذه النقطة عبارة عن 8، وهنا بيكون 6، وهنا بيكون عندنا 5، وهنا بيكون عندنا 1. الآن أقارن ما بين العددين الإي والبي. هنا 98,542، هنا 98,651. فإذن العدد الكبير هو الإجابة فقرة إي. يلا السؤال الرابع. قال لنا في السؤال الرابع تريد صفاء كتابة كلمة KENGU بأخذ حرف واحد فقط من كل من صندوق من الصناديق الخمسة التالية. ما الحرف الذي يجب أن تأخذه من الصندوق رقم 4؟ يلا هنا نبغى أولا نكون الحروف. نأخذ الحرف K، إذا أروح أخذ الحرف K من أي صندوق؟ لاحظ عندي حرف K بس فقط من بوكس نمبر 2، صح؟ إذا أخذنا من هذا الصندوق حرف K. بعدين نأخذ حرف الـ E وحرف الـ N. انتبهوا الآن يا أولاد يا بنات، لازم أنكم لو أخذت حرف الـ E من البوكس 1 أو حرف الـ E من بوكس 5 أو من بوكس 4، لأنه مكرر 3 مرات. طبعاً بوكس 2 ما يحتاج، لو الصندوق الثاني أخذنا منه حرف K. طيب خلينا نترك الـ E لأنه مكرر. ناخذ الحرف الـ N، نسحب حرف N وعندنا حرف الـ G. الآن طبعا ما عندنا إلا بس فقط في بوكس 3 اللي هو في صندوق 3 حرف الآن، إذا نأخذ الآن من بوكس 3، تمام. بعدين نروح نأخذ حرف الجي. الجي لاحظ من وين عدنا، لأن الإي هنا موجودة، الآن خلاص، إذا هنا راحت الآن، إذا الإي نأخذ من بوكس 1، الإي ناخذ من بوكس 1 لأن الإن موجود في بوكس 3. طيب وناخذ من بوكس 4 أيضا اليو لأن الإي أخذناه، فإذا ناخذ اليو. بقى الآن من بوكس 4، هذا من بوكس 5 عفوا، من بوكس 4 باقي مين؟ الإن راحت، اليو أخذناها، والإي، إذا باقي مين؟ حرف الجي، ناخذ من بوكس 4. قال لنا من الصندوق رقم 4، إذا ناخذ الحرف جي من بوكس 4، إذا تصير الإجابة فقرة مين؟ فقرة دي. يلا ناخذ السؤال الخامس. في السؤال الخامس عند تركيب قطع الأحجية الخمس معا بشكل صحيح سينتج مستطيل يحوي عملية حسابية، ما هو ناتج هذه العملية؟ يلا هنا أروح أشبك هذه الأحجية والقطع مع بعض. انتبهوا إلى الأطراف، لاحظ هنا، شوف الآن هذا الطرف، شوف هذه الآن الحدود الثلاثة، يعني هذا معناه بيكون في جهة اليسار، يعني هنا بيكون واحد في جهة اليسار. بعدها طبعا عندنا قطعة هنا بتشابك معها، أروح أبحث مين بيصير هنا الأقرب وهو العدد 2. إذن هذا الترتيب الأول، بعدين هنا الترتيب الثاني، فبيكون عندي العدد 2. بعد 2 بيكون هنا عندي فراغ، وهذا طبعا الصفر، ما دام عندي هذا الحدود هذا بيكون آخر شيء. شوف الآن هذه بيكون آخر شيء. إذن نضع علامة الزائد، لأن نلاحظ علامة الزائد موجودة في جهتين، إذن علامة الزائد، إذن هذه هي القطعة الثالثة. بعدين ناخذ القطعة الرابعة وهو الاثنين هنا، هذه القطعة الرابعة، إذن نضع 2. بعدين نضع القطعة الأخيرة وهو الصفر، صارت 12 زائد 20. إذن 12 زائد 20 تكون الإجابة في هذه المسألة 32.
إذن تكون الإجابة فقرة ب 32. يلا نروح إلى سؤال 6. يقول تم لف شريط قياس حول أسطوانة، ما الرقم الذي يجب أن يكون محل علامة الاستفهام؟ هنا طبعا يريد مكان علامة الاستفهام. أروح أشوف الفرق ما بين الأعداد، لأن هنا من 1 إلى 10 وبعدين بدأ 22، يعني قيمة الشريط هذا كامل قيمة الشريط 21، لأن من 1 إلى بعدين بدأ الشريط من جديد 22. طيب، وأقدر أيضا أعرف قيمة الشريط أو مقاس الشريط أو طول الشريط من خلال ما يلي. عندي 72، هذه 72 أنقصها من مين؟ من العدد 6، تكون الإجابة 21. إذن الفرق ما بينهم 21. إذن أضيف هنا 21 حتى أنا أطلع الجواب. هنا أقول زائد، نقول 21 زائد 27 بتكون الإجابة 48. إذن هنا 48، والثمانية وأربعين أيضا أضيف عليها 21 فبتكون الإجابة 69. إذن هنا صارت الإجابة 69. واضح؟ إذن وجدنا الفرق ما بينهم، إذن طلعنا الإجابة بتكون الإجابة 69. جميل. يلا السؤال السابع، قال لنا لا يمكن تحريك الأشكال الخمسة التالية على الشبكة إلا بالاتجاهات التي تشير إليها الأسهم السوداء، أي شكل منها يمكنه المرور عبر بوابة جي. لاحظوا أن الاتجاهات هنا إما تتحرك نحو اليمين، نحو اليسار، للأعلى، للأسفل، يعني لا يوجد دوران، لا يوجد دوران للأشكال، وإنما فقط الاتجاهات يمين، يسار، أعلى، أسفل. هنا أروح أحسب عدد الخانات فقط. نلاحظ هنا الممر هنا بيكون عندي ثلاث مجالات. أروح أبحث على نفس هذا القياس. هنا لو لاحظ هنا بيكون عندي 4 مربعات، إذن غير صحيح. هنا بيكون عندي أيضا هنا المجال 4 مربعات، غير صحيح. إذن هنا نشوف كم مربع، أيضا 4 مربعات، أيضا بتكون أيضا الإجابة. نلاحظ أن لازم نبحث عن مين؟ عن 3. إذن هنا لا يمكن أيضا فقرة سي. أو نلاحظ هنا بالنسبة إلى وجود 3 مربعات هذا ممكن، نعم ممكن في فقرة بي، نعم ممكن هنا، نعم ممكن، لأن نقدر نحركها بعدين، صح؟ لأن هنا لا يمكن، شوف الآن 4 هنا لا يمكن، وهنا كذلك أيضا لا يمكن، ولكن في فقرة بي نلاحظ أنه في مجال بعد ما يدخل في هذا الممر 3 الأقسام بعدين نزيح نحو اليسار ممكن بعدين يدخل القسم الأخير. فإذا وجود 3 مربعات، إذا تكون الإجابة فقرة بي. إذن الإجابة في هذه المسألة تكون فقرة بي. يلا نروح إلى السؤال الثامن. تريد سلمى أن تطلي جدران غرفتها باللون الأخضر لأن اللون الأخضر كان داكنا جدا، فأرادت تخفيفه بمسحه من اللون مع اللون الأبيض. قامت بتجربة طرق مختلفة لمزج اللونين. أي طرق المزج التالية سينتج لونا أخضرا داكنا أكثر من البقية؟ يلا هنا أروح أشوف نسبة مزج الألوان مع بعضها البعض. نلاحظ أن علبة خضراء، وهذه تشوف الآن، لاحظوا أول النسبة هنا الخضراء مع البيضاء، 3 علب بيضاء. هنا عندي علبة خضراء واحدة مقابل 3 علب بيضاء، هنا عندي علبتين مقابل 6 علب بيضاء، هنا 3 علب مقابل 9 بيضاء، وهنا 4 علب مقابل 12 علبة. وهنا نلاحظ هنا في نسبة وفي التناسب إن يعتبر هذا 1:3،
2 إلى 6 إذا بسطنا أيضا بيطلع لنا 1 إلى 3. إذا النسبة بين العلب 1 إلى 3، هنا إذا اختصرنا 3 على 9 أيضا بيطلع لنا 1 على 3، 4 على 12 أيضا بيطلع لنا 1 على 3. إذا النسبة هنا واضحة في التركيز، فإذا بتكون الإجابة فقرية، جميع الطرق تعطي نفس النتيجة لأن نفس النسبة ونفس العدد. يلا نروح إلى سؤال 9. في سؤال 9 طوت مريم قطعة من الورق لنصفين، ثم قامت بطي الشكل الناتج لنصفين مرة أخرى فحصلت على هذا الشكل. أي الأشكال P, Q, R يمكن أن يكون شكل قطعة الورق؟ هنا لازم أبحث عن المساحة لأن أشوف هل مين المساحة اللي يناسب مع هذا المثلث. أروح أوجد مساحة هذا المثلث عبارة عن كم، وكذلك إذا لو أنا أخذت مثلا قسمت هذا المستطيل أبغى أبحث عن المثلث التالي. لاحظوا أن المثلث بيكون على هذا الشكل، لاحظوا هذا المثلث، هذا المثلث المعطى الموجود فوق. هنا نلاحظ أن عندنا كيف نوجد مساحة المثلث، نضرب القاعدة في الارتفاع، نصف القاعدة في الارتفاع. هنا عندي القاعدة 2 والارتفاع 2، فأروح أضرب 2 ضرب 2 وأقسم على 2. إذن مساحة المثلث هذا عبارة عن كم؟ عن 2، تمام؟ يلا أروح أوجد مساحة الأشكال التالية كلهم. إذا كانت المساحات كلها متساوية فإذن كل الأشكال، وإذا كانت مختلفة إذن يختلف أيضا. نشوف الآن، نلاحظ مساحة المستطيل هنا عندي 2 وهنا عندي 4، إذن أضرب 2 ضرب 4 مساحة المستطيل 8، صح؟ هذه مساحة المستطيل. طيب مساحة هذا المربع أو المعين نوجد كيف طريقة مساحة المعين؟ نشوف الآن، عبارة نقدر نقسمه أو نقدر نوجد طول ضلعه هنا لأنه أعطيني بالقطر، بس لا مشكلة نقدر نوزع إلى مثلثين. هنا عندي 1 2 3 4، إذن 4 ضرب الارتفاع 2، 4 ضرب 2 قسم 2، الجواب 4. إذن هذا القسم 4 وهذا القسم 4، إذن مساحة المربع كم؟ هم أيضا طلع 8. أجيب مساحة المثلث هنا، القاعدة في الارتفاع قسم 2، عندي هنا 4 ضرب الارتفاع عندي 4 وأقسم على 2، 16 قسم 2، الجواب يطلع 8. كل المساحة نفسها موحدة، وهذا مساحة المثلث عبارة عن 2، يعني مساحة المثلث إذا كررناه مرة قال لأن طوت مريم قطعة من الورق لنصفين بعدين لنصفين ثانين، يعني نقول 2 ضرب 2 ضرب 2 الجواب يصير كم؟ 8، لأنه كان 8 أولا، كان مساحة 8 بعدين طوته صار كم؟ 4، بعدين طوت مرة ثانية إلى النصف الآخر صار كم؟ صار 2. إذن يكون الشكل Q أو R أو B، فإذا تكون الإجابة في هذه المسألة هي الإجابة فقرة مين؟ فقرة E، الشكل B أو الشكل Q أو الشكل R. يلا السؤال الأخير في هذا الفيديو، لدينا مربع وقطع مستقيمة مرسومة داخل نقطة نهاية أي قطعة مستقيمة، إما رأس للمربع أو منتصف قطعة مستقيمة أخرى، تم تكوين ثمن المربع الكبير، أي الخيارات التالية يمثل هذا المربع؟ هنا علشان أعرف طريقة الثمن أنا بإمكاني أقدر أقسم أعملي مربع واروح اعرف مين الثمن مين الربع، ويكون سهل عليكم جدا. الان لو انا رسمت هذا مربع، لاحظوا هذا مربع
ومن هذا المربع رحت قسمته إلى ثمان، لأنه قال لنا ثمن. إذن هنا هذه الآن قسمناه، هذا الآن يعتبر ربع صح؟ أروح أشيل الربع اللي غير مطلوبة عندي، إذن هنا فقرة إي غير صحيحة، لأن هذه تمثل ربع. طيب هذا يمثل أقل من الثمن. الثمن ما هو؟ لاحظوا الثمن يعني يكون المربع مقسم إلى ثمانية أقسام. إذن هنا هذه قسمناه إلى ثمانية أقسام. إذن الثمن هو الذي موزع إلى ثمانية أقسام. أروح أضللها، شوف لاحظوا. إذن مثلا هذا ثمن، يعتبر هذا ثمن، هي هذا القسم، يعني هذا القسم ثمن. وأقدر أي قسم يعني بيكون على شكل مثلث هو الثمن. مين نلاحظ؟ نلاحظ أنه بيكون الشكل مين؟ الشكل E صح؟ الشكل D عفوا. إذن هذا D بيمثل مين؟ ثمن مساحة المربع، لأن هذا يعتبر قسم ثمن، أو هذا يسمى ثمن، أو هذا يسمى ثمن، وهكذا. إذن هذا بالنسبة إلى مساحة ثمن المربع. يعطيكم العافية والصحة والسلامة، بارك الله فيكم. ترقبوا معنا أيضا الفيديو القادم. هذه 10 أسئلة، الأولى على كل سؤال 3 نقاط. تقبلوا تحيات الأستاذ زكي الشعلة، في أمان الله.